بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسلوب في التمرين الثاني الخاص بالسلسلة الثالثة. آخر حاجة طلبوا منا نمثلوا بالعقل الكهربائي بدلالة R. نحصل العقل الكهربائي هو رو على 3 يساوي 0 في R. العقل الثاني هذا هو والثالث هذا هو. احنا كي نبغوا نمثلوا أي دالة يعني نعوضوا بقيم معروفة نعرفوها، مثلا نعوضوا بالصفر، نعوضوا مثلا يعني المنتصف تاع القيمة ولا أي حاجة كيما هكا باه نرسمو ديك الدالة. هنايا عندنا هذا راه يتغير، يتغير يعني قبل الأرقى اللي هي الأرقى راح تكون لنا المجال اللي هو خاص بالاو ا لما يعني ار اقل من ار ا. لما الثاني يعني لما هو محصور ما بين الار ا والار دو، ومن لما اكبر من الار دو. صح، احنا نشوفوا احنا كنا ندرسوا نبداو بالاو ا، الاو ا اللي جاي يعني اقل من ار ا. صح، نعوضوا مثلا بالصفر اللي هنا في هذه الدالة في الأولى، يعني عند الصفر كيف يكون العقل تاعنا؟ كنا نعوضو بالصفر بلاصة R. R لما يكون يساوي الصفر هذه تساوي صفر، لأنه صفر في رو على 3 يساوي صفر هو صفر. يعني العقل الكهربائي منحنى تاعو راح يبدا من كيبدا من راه هو عبارة عن دالة خطية، يعني المنحنى راح يكون هاكا، راح يكون عبارة عن خط مستقيم. صح، دوك نشوفو يعني في آخر نقطة ممكن يلحق ليها الار هذا فيما يخص الـ OA اللي هي RA. كنا نعوضو بالـ RA الآن تولي رو في RA على 3 إبسيلون زيرو، رو في RA على 3 إبسيلون زيرو. نفترض أنه هذه القيمة رأينا، نفترض رو في RA على 3 إبسيلون زيرو، هذه لما A لما ار بوتيت ار هذه تاخذ هذه القيمه. صح، يعني المستقيم تاعنا راح يجي هكا، لانه هذه الداله وكانها يعني عدد مضروب في اكس، ونمثلو مثلا اف بالنسبه لاكس نفس المثال. صح، دروك نشوفو دروك رانا في الحقل الثاني في هذا المجال، هذا هو المجال تاع الحقل. صح، دروك نروحو عند الحقل الثاني ونشوفو اسكو عند الار ا يعني يبدا منا ولا يبدا من ولا مش عارفين يبدا. نعوضو بالار ا، لا لان تولي ار ا مربع، لان هي ار اس 3 يعني الاس 3 تروح مع المربع تولي كيما هكا، تولي رو ار اس 3 3 يساوي صفر. كي نعوضو بالار ا ففي واحد على ار ا مربع، يعني هذه مربع تروح مع الأس 3 تبقى رو في ار ا على 3 إبسيلون زيرو، رو في ار ا، رو في ار ا على 3 إبسيلون زيرو اللي هي نفسها منه، يعني يبدأ من هذا النقطة. صح، الأو دو هذا يعني عند الار دو كيف راح يكون؟ لأننا عارفين بلي هذه الدالة واحد على ار مربع هي نفس الدالة، شغل كيما مثلا الدالة واحد على اكس مربع، يعني الدالة مقلوب، لكن هذه بالطبيعة يعني تجي هاك الدالة مقلوب ترسم هاكا تجي هاكا هابطة. صح، دوك نشوفو وين تهبط عند الار دو، نعوضو لها بالار دو. كون نعوضو بالار دو واش تولي؟ تولي ار دو مربع، تولي كيما هاكا، تولي رو في ار ان اس 3 على 3 يساوي زيرو في واحد على ار دو وكاري. صح، هذه وهذا يعني هذه القيمة راح تكون أصغر من هذه، لأنه راح عندنا هنا آر دو مربع، والآر دو مربع كبير على الآر ونقسم على هذه، يعني هذه راح تكون صغيرة عليها شوية، يعني بالتقريب راح تكون لك هي رو في آر أس 3 على 3 إبسيلون 0
بدون مربع صح؟ ضلك هذه قلنا تهبط حتى لهذه القيمة. لما يعني هذا أدو يدي القيمة تاع أدو صح؟ هذه هي يعني يجي هابط هكا. هذه الدالة يعني واحد على إكس مربع كيف ترسل تصل معك هابط ديالك الدالة مقلوب صح. هاكا نشوفو رانا دروك دخلنا هذا هو الـ دو. دروك نشوفو يعني دروك دخلنا في الأوتروا لما الحالة الثالثة اللي هي ار بوتيتار أكبر من ار. دروك نشوفو عند ار دو نعوضو لها بار دو. لما نعوضو لها بار دو تولي ار دو لها المربع ار دو مربع. كي ندخلوها لها هذه تختزل مع هذه تولي سيجما على ابسيلون زيرو ف في ا في ار اس 3 على 3 ابسيلون زيرو في رو صح. نعوضو بعد بالكم ار اس 3 3 ابسيلون زيرو هذه واحد تولي واحد على ار دو مربع. كي نعوضو بالار دو انا هذه الار دو ندخلها لهنايا يعني نوزعها تولي هنا ار دو او كاري بليس سيجما على ابسيلون زيرو في ار دو مربع على ار دو مربع ار دو مربع مع ار دو مربع تروح هذا عاد. هذه هي كيف هذه هي نفسها هذه القيمة هي نفسها هذه ولكن زايد سيجما على ابسيلون زيرو صح. يعني بالتقريب تجي ما بيناتهم تجي اكبر من هذه ولكن ما تجيش هذه هذه القيمة زايد سيجما على ابسيلون زيرو كأنه هذا العدد زدنا له قيمة صغيرة اللي هي سيجما على ابسيلون زيرو يعني هذا او طروا عند ار دو صح. يجي بالتقريب يعني ما يبداش من نفس النقطة عطات لنا قيمة مختلفة عند يعني لو طروا عند ار دو يعني نبداو صح. ومنا يعني الار راه يقول زيد ما لا نهاية لما ار يقول الى زيد ما لا نعوض بزيد ما لا نهاية في الار تولي واحد على زيد ما لا نهاية مربع يعني واحد على زيد ما لا نهاية اللي هو الصفر اي عدد على زيد ما لا نهاية صفر. صفر في هذا العدد صفر يعني راه يقول الى صفر منا يقول الى صفر. هذا المسافة ولا هذا القيمة هي هذه صح. هذا هو كيف نرسم هذا هو كيف نرسم الحقل الكهربائي بالنسبة للآر في هذا التمرين والحمد لله رب